بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد. من اكثر المصطلحات او اكثر المصطلحات في مجال الويب عموما كلمه فرونت اند وباك اند. يعني ايه فرونت اند ويعني ايه باك اند، وازاي تكون فرونت اند ويب ديفلوبر وازاي تكون باك اند ويب ديفلوبر. كل الاسئله دي ان شاء الله هنجاوب عليها خلال الفيديو ده. خلونا ناخد مثال عملي عشان نقدر نجاوب على الاسئله بتاعتنا صح ونقدر نفهمها بشكل مبسط. هنفترض ان انت تاجر اجهزه كهربائيه، رحت للمصنع اللي بتتعامل معاه، تاجر كبير يعني، رحت للمصنع اللي انت بتتعامل معاه علشان تاخد طلبيه معينه انت محتاج. اللي بيحصل كالاتي: بيتم استقبالك في مكتب مكيف، مكان شيك ومحترم مع موظف على كفاءه عاليه. الموظف ده وظيفته ان هو يستقبلك احسن استقبال ويعرف طلبيتك ايه بالظبط او طلباتك ايه بالظبط ويجهزها لك، وبعد كده يسلم لك الطلبيه بتاعتك او يوصل لك الطلبيه بتاعتك لحد المحل بتاعك او المتجر بتاعك. اكيد انت عارف ان الطلبيه دي ما اتوجدتش من الهواء، تم تصنيع اجزاء الاجهزه الكهربائيه وتركيبها وتوريدها. كل ده بيتم عشان يوصلك انت في النهايه المنتج جاهز للبيع على طول. يعني في جزئيه كبيره جدا بتتم انت عارف انها بتتم خلف الكواليس، وبعد كده بيجي لك المنتج متقفل على البيع بشكل مباشر. خلونا من المثال اللي فات نفهم الفرونت اند والباك اند بالنسبه للمصنع. الراجل اللي استقبلك في المصنع احسن استقبال ده مسؤول عن جزئيه الفرونت اند. ده الفرونت اند بالنسبه لك، ده اللي انت شفته، ده اللي انت اتعاملت معاه، فمهم جدا تكون مرتاح معاه في التعامل عشان الديل يتم في النهايه وتاخد الاوردر بتاعك. طيب الباك اند فين بالظبط؟ الباك اند جزئيه توريد وتصنيع الاجهزه اصلا او اجزاء الاجهزه الكهربائيه دي وتوريدها وتركيبها لغايه ما توصل لحد عندك. ده ممكن نقول عليه الباك اند، بس الباك اند هنا خاص بالمصنع، بس نفس الفكره. ده الباك اند اللي انت بتشوفوش بعينك لكن عارف ومتاكد انه موجود، وفي الفرونت اند اللي انت بتشوفه بعينك واللي انت بتتعامل معاه. طيب بالنسبه للويب فين الفرونت وفين الباك؟ خلونا برضو ناخد مثال صفحه اللوجن بتاعه الفيسبوك عشان نقدر نشرح الفرونت اند والباك اند بما يخص مجال الويب ديفلوبمنت. الراجل اللي مصمم الشكل اللي انت شايفه ده هو الراجل المسؤول عن الفرونت اند، او خلونا نقول الشكل اللي انت شايفه ده هو الفرونت اند. كل ما يتعلق بالشكل ده بيندرج تحت الفرونت اند، وبتتعلم فيه حاجات زي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت عشان تقدر تعمل الشكل ده. فين الباك اند؟ حضرتك بتكتب هنا الايميل او رقم التليفون، وهنا بتكتب الباسورد. مين المسؤول عن انه يتحقق هل البيانات بتاعتك دي صح ولا لا؟ هل البيانات دي موجوده في قاعده البيانات بتاعه الفيسبوك ولا لا؟ هل البيانات دي صحيحه ولا لا؟ او يرجع الرد في الحاله دي. لو البيانات صحيحه هتدخل على الصفحه الشخصيه بتاعتك او تلاقي الصفحه الرئيسيه بتاعتك لما تخش على اكونت الفيسبوك بتاعك، ولو البيانات غلط ما هيدخلكش، هيطلع لك رساله خطا يقول لك البيانات بتاعتك غلط واكتب البيانات الصحيحه. كده احنا اتكلمنا عن الفرونت اند والباك اند، عرفنا ايه هو الفرونت اند والجزء اللي فيه وايه هو الباك اند. طيب التفاصيل بقى، ازاي تكون فرونت اند ويب ديفلوبر وازاي تكون باك اند ويب ديفلوبر؟ اتعلم ايه عشان ابقى فرونت اند ويب ديفلوبر واتعلم ايه عشان ابقى باك اند ويب ديفلوبر؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.